نقاط الخلاف في مشاورة الكويت لا تزال متباعدة. أكثر من 15 يوما على بدء جولة المشاورات ولا تقدم يذكر حتى الآن، باستثناء ما أعلن عنه المبعوث الأممي تشكيل 3 لجان مشتركة. تعنى اللجنة الأولى بالسجناء السياسيين والأسرى وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا. أما اللجنة الثانية فهي أمنية وعسكرية تهتم بالقضايا المرتبطة بالانسحاب وتسليم السلاح، في حين تتولى اللجنة الثالثة الشؤون السياسية وإعادة مؤسسات الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي. ليست هذه الخطوة سوى محاولة لفك عقدة المشاورات، ولا يمكنها أن تكون حلا بالنظر إلى المؤشرات التي أفضت إليها آخر الاجتماعات. تقول مصادر سياسية إن وفد الميليشيا يتلكأ عن جدول الأعمال، فتارة يوافقون على السير فيها تحت مظلة المرجعيات الثلاث، وتارة أخرى يتراجعون. يتحدثون عن خروقات للحكومة وقوات التحالف للتهدئة، وهم من يقومون بخرقها. يقايضون أيضا التوقف عن ضرب تعز ومأرب والجوف بوقف الحرب ضد القاعدة في حضرموت. لكأن الحوثيون وحليفهم لا يبحثون في جولة الكويت إلا عن تحييد التحالف وشرعنة انقلابهم، فيما يستمرون اللعب على أعصاب الوفد الحكومي والرعاة الإقليميين والدوليين، ويبحثون فقط عن الإيمان أولا بالبند الخامس في المشاورات قبل أي بند آخر، وبالتحديد استئناف العملية السياسية من حيث توقفت في نهاية العام 2014. بينما يؤكد الوفد الحكومي أنه لا سلام ما لم يتم البدء في إجراءات بناء الثقة والمتمثلة بالإفراج عن السجناء، ثم الانسحاب من المدن وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة وعودة الحكومة وكذا استئناف العملية السياسية. رئيس وفد الميليشيا محمد عبد السلام كتب في صفحته على تويتر ما قاله: إن اليمن محكوم بالتوافق وفق المبادرة الخليجية، ومحكوم بالحوار السياسي الشامل وفق قرارات مجلس الأمن، ومحكوم بالشراكة وفق مخرجات الحوار الوطني. بينما رد الوفد الحكومي بقوله إنه لن يكون جسرا ليعبر خلاله الواهمون بالشراكة والقابعون خلف وهم الوثاق.